كل الأيام تشبه بعضها. ماذا تعني؟ سيقع جارنا من على الشجرة. أنا بخير. سيخرج جارنا الآخر من منزله ليذهب إلى العمل، وكالعادة سينسى المفاتيح. آه، قد نسيت المفاتيح. أمس رأيت الجمبري بيمبو يحمل في يديه صندوقاً معدنياً. لابد أنه وجده في موقع التنقيب. بالتأكيد يحتوي الصندوق على كنز. أو على خريطة تقود إلى كنز. احذروا وأنتم تعبرون الطريق يا أولاد. ثم نقتحم حصنه المنيع. لا يجوز أن ندخل على أحد بغير استئذان. سنذهب لبيته ونقرع الجرس، ثم نقوم بالدخول ونجلس بطريقة عادية ونستدرجه في الحديث على ألا نأكل أو نشرب شيئاً. يكفي هذا القدر من الضوء. تم تخفيض إضاءة الطرقة للنصف. ليس له داعي. يتميز الفيل بخرطومه الذي ولنطفئ هذا. هيا إلى الداخل. هذا الباب بحاجة لصيانة. هيا. لماذا لا تقام بطولة لكمال الخراطيم في الغابة؟ فأنا عندي 40,000 عضلة في خرطومي وحده. عليك أن تخفض وزنك أولاً. فلما رآه الشيطان قال: ليس لك إلى ذلك سبيل، وإني لمانعك منها اليوم. فاستشاط الرجل غضباً وانقض عليه ليفتك به. فما لبث الشيطان أن صرعه. فلما بهت الرجل قال له الشيطان ساخراً: أوما تدري من أنا؟ لابد أنكم ستستخدمون الفائض من النقود في رحلة أو... لا، قالت أمي أننا سنقوم بادخاره، فلا نعلم ما تخبئه لنا الأيام. هذا أيضاً استخدام جيد للنقود.